سلطانة خير إن شاء الله ما في شيء. مريم بيزيد تعالوا تعالوا اقعدوا قدامي. من هون ورايح انتوا رح تضلوا عندي بالجناح. هالحكي شو معناته؟ من شوي وصلتني اخبار بس مو اكيده. حسب ما خبروني انه مولاي السلطان هو وبالحمله تعرض لكمين. يا ربي دخيلك. مريم لا تقلقي ابدا، نحن ما بنعرف شو صاير معه بالضبط. الاخبار بتقول انه مولاي مصاب وانا طلبت انه يبعثوا حدا لحتى نتاكد، وان شاء الله قريبا توصلنا الاخبار. طيب اخي محمد وسليم عرفتوا عنهم شيء؟ امي والله ما بعرف. خلونا ندعي انه مولاي والامراء يرجعوا لنا بخير، ولوقتها لازم نكون قوايا ولازم نتوقع انه يصير اي شيء. فهمتوا شو عم اقول؟ تمام؟ ليش مستحيل مصطفى ما يساوي هالشي؟ ليكو مجمع عساكره وجاي لهون على العاصمة ناوي يسرق العرج من السلطان. وممكن ممكن شو؟ لا مستحيل هالشي، ما حدا في يقتل اخواتي ابدا. مريم وطي صوتك، الوضع صعب والايام يلي رح تجي رح تكون عصيبه. كوني قويه، امسكي اعصابك كرمال توقفي جنب اخواتك. اخواتك حيكونوا امانتك يا مريم، لانه ما بثق بحدا غيرك انت، وانتي ما لازم تسمعي كلام اي حدا تاني غيري انا. عم تفهمي علي؟ انتي كتير عم تخوفيني. مريم يا بنتي انتي سلطانة، وابوكي السلطان سليمان سلطان العالم، لا توثقوا باي حدا هون. سلطانة بابا رح يرجع واخواتي رح يرجعوا كمان، ولبين ما يرجعوا بالسلامة أنا رح أحميكم. صدقيني ما في مخلوق رح يقدر يقرب منكم. أميري ابني البطل. سلطانة شو رح نساوي هلأ؟ مصطفى باشا رح يكون مستعد، رح يساوي يلي بيطلع بإيده ليحميكن ويحمي العرش، ونحن رح نستنى كمان، رح نصبر يا بنتي. سلطانة خليني روح وأحكي مع مصطفى أكيد بيسمع مني. السلطانة ناهد دوران والسلطانة خديجة هنن لاعبين بعقله. لا يا مريم ما بقى يمشي الحال ابدا، انت عندك مهمه وحده وهي انك تضلي هون جنب اخواتك. واخيرا سلطان هويام. عفيفه خانو، سنبل اغا شرح لك عن الوضع شي؟ لا بس عندي فكره عن الموضوع. سمعت انه حضرة الامير مصطفى رح ياخد الجيش تبعه ويروح يساوي انقلاب على السلطان سليمان. اصلا لهيك اجيت لعندك. من وين عرفتي بالموضوع؟ لانه حضرتك بعد ما تركتينا ورحتي السلطانة شهرزاد وصلها هذا الخبر. السلطانة خديجة هي اللي بعتته لمصطفى،
وطلبت مني كمان إني أسكت وما أجيب لك أي سيرة عن الموضوع، بس كان لازم إنك تعرفي. أي طبيعي، السلطانة شهرزاد أكيد ما رح تخاف علي، هي حابة تحمي خديجة ومصطفى وبس. شو بيعرفك ما يكونوا متعاونين سوا؟ أعوذ بالله يا سلطانة، لا تقوليها، مستحيل. لا تاكلي هم يا سلطانة هيام بنوب، أنا رح ضل هون جنبكم، ما رح خلي حدا يقرب عليكم لوقت ما يرجع مولانا السلطان بالسلامة. عفيفة خانم، أنت ما عندك خبر عن وضع السلطان، طالعين له على الطريق وناصبين له فخ وعم يقولوا إنه متصاوب. أولادي الأمراء ما حدا بيعرف وينهم. يا الله، تخيلك يا ربي شو هالمصيبة هي، شو اللي عم بسمعه يا مولاتي؟ ولهيك هلأ الأمير مصطفى رح يكون بطريقه لهون، ما بدي حدا يعرف بهالحكي هادي اللي سمعته، لا الأغوات ولا الجواري، ما حدا. سمبو الأغا، تحت أمرك سلطانة. رح أكتب هلأ مكتوب ولازم توصله لمولاي السلطان، بعته مع أكتر حدا بتوثق فيه. أنا جاهز لأي شي بتطلبي مني يا سلطانة. هيام، أنا إجيت لهون لأعطيكي خبر بالشي اللي صار، بس الظاهر إنه صار عندك علم، عرفت هالشي وقت كنت عندك ولهيك تركت القصر ومشيت بسرعة. خير، شو الموضوع؟ الموضوع كتير خطير ألفة خانو، الأمير مصطفى جاي لهون ومعه جيش كبير. لا، مو معقول هالشي، مستحيل، الأمير مصطفى مستحيل يتمرد، ومساوين له كمين لمولاي السلطان. وقت اللي عرف إنه متصاوب فكر إنه ياخد العرش. كيف؟ أنت شو عم بتقولي يا هيام؟ مولانا السلطان متصاوب؟ مصطفى باشا عم يتأكد من هالموضوع، بس أنا متأكدة إنه حيرجع لنا بخير. إن شاء الله يرجع لنا بخير وسلامة، دخيلك يا ربي. بعتولي خبر لمصطفى باشا فوراً، بدي شوفه وأحكي معه. هيام، أنا حاسة فيكي وبعرف شو هو شعورك، بس طمني بالك، أنا بنفسي رح أبحث وحقق بهذا الموضوع. وأنا ما عندي شك يا سلطانة، هدول خونة لازم ينحط لهم حد. مصير السلطان سليمان ومصير الأمراء مو معروف، والأمير مصطفى والجيش تبعه رح يهجموا علينا، وحضرتك عم تقولي لا تقلقوا. هيام، حتى لو الحكي اللي نقال عن مصطفى كان كله مزبوط، مستحيل يفكر يأذيكي أو يأذي الأمراء أبدا. يا سلطانة، أنت ما بتعرفي لمصطفى أكتر مني، إذا صار للسلطان شي لا سمح الله، أول خطوة بيساويها الأمير مصطفى رح يعطي أمر بقتل ولادي فورا. انت خليكي هون واستني خبر مني. فخرية خانم، ممنوع انك تنامي، لازم تخلي عيونك على اولادي الامراء طول الليل والنهار، لانه انا ما عاد اوثق بحدا. كوني مطمنه يا سلطانه، بوعدك انه حط الامراء بعيوني. وين سنبو الاغا؟
بعته للمكتوب؟ إله زمان طالع يا سلطانة، بتوقع يكون بعته. حاسة حالي رح موت إذا بضل استنى هيك. إمتى بقى رح يجينا شي خبر عن السلطان؟ مريم، ما فينا نساوي شي غير ندعي له، وفوق هيك لازم كمان نصبر. أصحك إنه تفقدي الأمل يا بنتي، لازم تواجهي الأمور بجرأة. وعديني إنك تضلي قوية وواثقة من نفسك. هيام، لتكوني سمعتي شي خبر جديد سلطانة؟ أبداً، بس أنا حكيت مع الباشا من شوي، ونحن لازم نكون جاهزين لكل شي. يعني بأي لحظة ممكن يصير تمرد هون، أو يمكن دم السلالة العثمانية ينزف. لهيك لازم ناخد احتياطاتنا مشان الأمراء. حضرتك بشو عم تفكري سلطانة؟ رح تعطيني الأميرين بيازيد وجيهانجير يا هيام، لازم إنهم يبقوا عندي. لا مستحيل يا سلطانة، ما بقدر أعطيك إياهم. هيام شوفي، هلأ مو وقت العواطف بنوب. أنا ما بعرفه منيح لمصطفى، بس ناهد دوران بعرفها منيح وما بضمن شو ممكن تساوي أبداً. كمان لا تنسي إنه خديجة حاقدة عليك لليوم، ولهيك الأمراء رح يكونوا بأمان أكتر معي لحتى يجي خبر من السلطان. أنا مستحيل بعيد عن أولادي أبداً. هالشي يا هيام مو على كيفك، هدول ولاد السلالة، وأنا الوحيدة يلي بقرر مصيرهم للأمراء مو أنتي. سلطانة شهرزاد، على قليلة عطيني شوية وقت، ضروري فكر بالموضوع. ماشي، فكري اليوم وبكرة الصبح رح اجي لهون واخدهم. سلطانة، حيكون هاد امتحان، امتحان مهم لإلنا كلنا. رح نعرف فيه مين عدونا ومين هو صديقنا الحقيقي، يلي رح يوقف معنا لما نوقع بهيك ورطة رح يكون صديقنا، ويلي رح يوقف ضدنا رح يكون عدونا. ويا ريت ما حدا هون يتصرف على هوا، لأنه جلالة السلطان سليمان رح يرجع لهون، ووقت ما يرجع تأكدي إنه في كتير روس خاينة رح تنقطع. سلطانة، من شوي سمعت بالموضوع، الله لا يحرمنا أبدا من جلالة السلطان. الله يسمع منك يا فريال. أنا طلبت منهم يبعتوا وراكي لأنه ما عم يوصلني أي معلومة من رستم. كتب لك شي مكتوب هالفترة؟ من أول يوم راح فيه ما كتب لي ولا كلمة، أساسا مو من عادته يكتب لي، وأنا هلأ ما عندي علم بوضعه بنوب. يعني لو كان صاير شي مكروه للسلطان كان أكيد رستم أغا بعت لي مكتوب وخبرني، مو هيك فريال؟ مزبوط كلامك، بس يا سلطانة سنبل أغا قال إنه نصبين لهم كمين، شو بيعرفنا إذا كان رستم صاير له شي ولا لا؟ يعني
احكي. رستم ما بتنخفى عليه لا شاردي ولا واردي ابدا، وما دام ما بعت لحضرتك رساله في احتمال انه يكون عن جد صاير شيء، هو حاسب حساب لهيك قصه. شو بتقصدي بهالحكي هاد؟ انت عم تتهميه بشي؟ يا سلطانه، حضرتك بتعرفي اكثر مني بكثير لرستم، وبتعرفي انه مشان مصلحته ممكن يساوي اي شيء. السلطانه شهرزاد بدها تاخذ ولادي، قال انه هدفها تحميهم. انا واثقه انه رح تحميهم، بس اذا الامير مصطفى استلم العرش ما في حدا رح يقدر يوقف بوشه، ورح تكوني مجبوره تسلمي ولادك كلهم. بشو بتنصحيني؟ اكيد حيكون صعب عليكي انك تسلمي ولادك وتبعدي عنهم، بس للاسف ما عندك حل تاني. سلطانه شهرزاد فيها تحميهم لانها من السلاله، بس في عندك حل تاني. شو هو؟ الامير مصطفى عم يفكر انه يستلم العرش، بس ما حيوصل لهون قبل يومين، ومنقدر نستغل هالوقت ونسلم العرش لغيره، مو هيك؟ مثلا لحضرة سمو الامير بايزيد. وشلون بدي سلمه العرش وهو بهيك عمر؟ سلطانة، ما في قدامك غير خيارين، يا بتخلي الامير مصطفى يستلمها للسلطة وبهالحالة هو رح يأمر بتصفيتهم، ويمكن ينفيكي فالاسلم انكن تسلموا العرش للامير بايزيد. سلطانة، سلطانة، المرسالة اللي بعته اليوم الصبح لقوه مقتول، قال إنه لقوا جثته للمسكين بالحديقة الخاصة وكانت مطمورة ورا الشجر. وشلون صار هيك يا سنبول؟ لك ما نبهتك إنه تساوي هالموضوع بالسر؟ والله ما بعرف كيف هذا الموضوع انفضح، صدقيني ما حدا عرف بالقصة غير أنا وحضرتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. سلطانة، واضح إنه في واحد من جماعة الأمير مصطفى موجود بالقصر، ولهيك عم يقدروا يعرفوا كل خطوة عم تخطوها. اللي عم بتقوله في ريال صح يا سلطانة، أكيد في خاين بالقصر. اتركوني لحالي شوي، بدي أفكر شو بدي ساوي. فكري باللي قلته من شوي يا سلطانة، ما عندك كتير وقت، لازم تاخدي قرار بالشي اللي بدك تساوي. لا تقلقي، أكيد رح أخذ قرار، وإذا كان صح أو خطأ مو مهم، المهم إنه أقدر أحمي ولادي. سليمان، يا ترى وينك؟ وينك؟ يا رب العالمين، رب السماوات والأرض، يا ربي أنت أكرم الأكرمين، اشفع حالتي ورد البلاء عني، واستجب لدعواتي يا مجيب الدعوات. أنا عبدتك الفقيرة وبحاجة لرحمتك وعنايتك ولطفك، احميلي ولادي وارحمهم يا أرحم الراحمين. أنا لجأت لرحمتك وعنايتك، نجيلي ولادي يا أرحم الراحمين. مريم، انت وين كنتي؟ كيف بتطلعي من الحرم لك من دون اذني؟ رحت لعند السلطانة شهرزاد،
طيب أنا ما قلت لك لا تتركي إخواتك لحالهم؟ بعدين أنت ليش رحتي لعندها؟ ليش رحتي؟ أنا رحت لعندها مشان إخواتي أصلاً، ووعدتني إنها رح تحميهم. هي رح تجي الصبح مشان تأخذهم لعندها، حيكونوا بأمان أكتر عندها. مريم، برجع بقلك حبيبتي، بعمرك لا توثقي بحدا غيري. اصحك توثقي، اصحك. حضرتك فكرتي باللي قلت لك يا؟ كوني مطمنة فريال، فكرت وقررت. سلطانة هيام، فريال شو اللي عم بتساوي عندك؟ والله أنا سمحت لها، حضرتها بتكون زوجة والي ديار بكر رستم باشا، يعني هي مسمح لها أنه تجي على الحرم لك يا سلطانة. ما راح أتدخل بهالموضوع. نازلي خانم، إذا الأمراء جاهزين خليهم يجوا لهون. عفواً سلطانة، الأمراء ما لهم موجودين هون. كيف يعني مانن موجودين؟ هيا، بخصوص ولادي الأمراء، أنا فكرت بموضوع حمايتهم من كل النواحي، ولقيت أنه أنا يلي لازم أخذ القرار يلي بخص مصيرهم، وقررت أبعدهم عن القصر. من هون لحتى يرجع السلطان رح يبقوا بمكان ما حدا بيعرفه غير أنا. هدول من سلالة آل عثمان، وأنا أكتر وحدة قريبة لألون، شلون بتتجرأي؟ سلطانة أنا ما عندي شك فيكي بنوب، بس أنت شايفة الوضع. أنا هربت الأمراء مشان أحميهم وأحميكم يا سلطانة. على مين عم تضحكي يا هيام؟ أنا بعرف مخططاتك يا خانم، أنت رايدة تاخدي العرش من الأمير مصطفى وتسلمي واحد من أولادك الحكم. سلطانة لا تخربتي بيني وبين حدا تاني، أنا اسمي هيام، بيني وبين السلطان سليمان في عشق أبدي ووفاء مطلق، ومدام عم ياخد نفس حكم الدولة رح يضل تحت إيد مولاي السلطان سليمان. هالشي مو بس ممنوع على الأمير مصطفى، حتى ولادي ممنوع أنهم يجلسوا على هذا العرش إلا عجزتي. وبلكي مولاي نقتل بهالحملة يا هيام، قليلي وقتها شو رح تساوي؟ حاولي تبعدي هاي الأفكار السودة من بالك سلطانة، مولاي عايش، أنا بتنفس بنفس السلطان، ومدام أنا واقفة هون قدامك وعم اتنفس، هاد معناته إنه السلطان عايش. أكيد ما فينا نعيش على الاحتمالات هيام. خبريني لشوف وين أخذتيهم لأولاد أخي السلطان؟ الأمراء وينهم؟ غلطتي يا هيام، معقول إنك ترمي ولادك على النار؟ الكل عيونهم على الأمراء، كيف بتطلعيهم من القصر بهيك ظرف؟ إذا الأولاد تعرضوا لأي أذى ما رح سامحك بنوب. سلطانة. مصطفى باشا. سلطانة جايب لك أخبار كتير حلوة. مولاي السلطان، مولاي السلطان لساته عايش وصحته كتير منيحة، وخبروني إنه هنن بطريقهم لأفلونيا ورح يوصلوها قريبا. ألف حمد وشكر لك يا ربي. كيفهم الأمراء؟ عرفتوا شي عنه؟ ولادك الأمراء بخير يا سلطانة،
أنا رح أبعت هالأخبار للأمير مصطفى وطمنه عن مولاي، بلكي إذا عرف بتراجع عن قراره يا سلطانة. الأمير مصطفى لازم إنه يدفع تمن يلي عم يساويه يا مصطفى باشا. خبروا مولاي السلطان بالوضع فورا، لازم يعرف إنه ابنه عم يخونه. سمعتني؟ أمرك يا سلطانة. سلطانة طمنيني، في أخبار عن بابا؟ هو عايش مريم، مولاي السلطان وإخواتك الأمراء الحمد لله عايشين وصحتهم منيحة كمان. انتهى هالكابوس يا مريم، بس اللي عايشنا هالحزن وهالألم لازم إنه يتعاقب. أنا مستحيل إني سامحهم. معناته هلأ صار فينا نرجع بيازيد وجيهان جير لهون على القصر. نحن المفروض ننطر شوي، ما بعرف شو ممكن يصير. بجوز الأمير مصطفى يضل مصر على قراره هاد. سلطانة 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 سنبول آغا خير، انت ليش هيك عم تندب؟ سلطانة، من شوي اجا دوزغون آغا لهون، قطع الطرق هاجمين على الأمراء، عارفين رح يمروا من هني. فهمني وينهم الأمراء؟ سلطانة، قطع الطرق خطفوهن وما منعرف وين أخذوهن. فخرية خانهم لحقتهن مشان تنقذهن، ودوزغون آغا اجا على القصر مشان يخبرنا. كيف عرفوا انه الامراء رح يسافروا يا آغا؟ ولا ما قدرت تبلع لسانك؟ صرت تحكي هون وهون، ما هيك؟ أكيد أنت اللي خبرتهم مشان يخطفون. والله مو أنا اللي خبرتهم يا سلطانة، بس يمكن هن كانوا ملاحقيننا. فريال، أنتوا خبرتوها شي؟ لا، بس بتعرف إنه هي مثل الشيطان وبتكون عرفت بالموضوع يا سلطانة. لقيتي لهم أي أثر؟ لحقتهم مشان أعرف وين أخذوهم سلطانة. خبوا الأمراء ببيت موجود جوات الغابة هنيك، وأنا رجعت لهون مشان أخبركم. طلعي بسرعة، يلا امشي. فاتوا عهد البيت سلطانة. كان عددهم كبير؟ ايه كانوا كتار، والكل فاتوا وتخبوا هنيك. سلطانة شو رأيك تستني بالعرباية؟ الجنود هلأ بيروحوا بيجيبوا الأمراء وبيرجعوا. لا أنا جاية كمان. تعالوا معي. أخيراً إجيتي هويا؟ أنتِ ليش هيك طولتي؟ ليش هيك سويتي سلطانة؟ احكي.
تحكي وين ولادي؟ الأمراء بخير. ما بدي إياكي تقلقي أبداً، الأمراء صاروا بالقصر. فهميني ليش هيك ساويتي؟ اتركونا لحالنا، في شي مهم بدي أحكي أنا وياها. طلعوا. ايه احكي. فكرتك أذكى من هيك يا هيام. يلي سمعتيه مو مزبوط. مولاي السلطان الحمد لله بألف خير ومانو متصاوب أبدا. محمد وسليم بخير كمان. مصطفى باشا وصله خبر مني أنا يا هيام، والأهم من هيك حضرة الأمير مصطفى ما غادر منيسة أبدا وما بيعرف شي عن القصة بنوب. واللي وصل لك هالخبر شخص تابع لرجالي. عن جد أنا بهنيكي يا سلطانة. بتوقع هذا الشيء ما بيجي على بال إبليس. هيام أنت سألتيني بالماضي شو يلي عم بيصير. أنا رح أحكي لك هيام. لما دخل لطفي باشا على الديوان إجيتي بنفسك مشان تباركي لي، بس الحقيقة أنت إجيتي مشان تذكريني بنهاية إبراهيم باشا. مزبوط؟ كتير منيح أنك فهمتي شو بقصد. بس أنا قلتلك نحن ما منشبه غيرنا أبدا، لا لطفي باشا مثل إبراهيم ولا أنا بشبه أختي خديجة. بس حضرتك يا هيام إدن من طين وإدن من عجين. أنا حبيت ذكرك بهالحكي يا هيام مشان يكون هالمرة درس إلك. شو تافهة هالحياة، بلحظة بتغير مصير الإنسان كله. قليلي أنت ليش هيك ساويتي يا سلطانة؟ أكيد عندك هدف لتكوني عم تنتقمي لإبراهيم باشا مثلاً. قليلي هالشي مزبوط؟ إبراهيم باشا كان رجل دولة عظيم يا هيام ومحارب مقدام، بس تيجي وحدة مثلك تكون السبب بموته، هذا الشيء مستحيل إني أرضى عنه. عم تفهمي؟ هيك شخص بيستحق هيك نهاية. مو أنت اللي بتقرري هالشي، وهي الحادثة لازم تكون عبرة لإلك يا هيام. أنت وإبراهيم باشا كنتوا عبيد عند السلطان، وتذكري مين أنت. قد ما طلعتي ونزلتي بتضلك جارية، ورح تجي اللحظة اللي تعرفك حدودك. شهرزاد أنا ثقتي فيكي كانت كبيرة. أنا شو سويت معك؟ انبسطت أول ما أجيتي لهون، قلت إجا حدا يفهمني، بس أنتي أعلنتي الحرب علي من أول يوم أجيتي. بس أنتي مثل غيرك أخذتي هالموقف مني قبل ما تعرفي حقيقتي. طلعتي مثل أختك، تكرهيني كتير ما بتطيقيني، بس نهايتك أكيد مثلها. سمعتي يا سلطانة، قربت نهايتك أنتي وجوزك. صحي كلكم تكرهوني، بس أنا رح أنتقم منكم كلكم. أنت سمعتيني؟ رح أنتقم. جهانجير بيزيد، بشكر الله انكم بخير. يا
روحي انتو، انا اشتقت لكم كثير. كمان نحن اشتقنا لك امي. شو اخبار مولاي السلطان؟ بخير، رح يخلصوا الحرب عن قريب ورح ينتصروا ان شاء الله. نازلي اذا بتريدي خدي الامراء وحمميهم. جهانجير يا روح قلبي انت، انا بوعدك من هون ورايح انه ما رح نفترق عن بعض ولا لحظة، بوعدك يا روحي. سلطانة بترجاكي انك تسامحيني، انا غلطت كتير لما وثقت فيها لعمتي شهرزاد. انسي حبيبتي مو مشكلة، انا ما عم بستوعب، ما عم بستوعب انه ممكن تأذينا. والله رح ندفع الثمن بس يرجع السلطان. مريم اياكي تتدخلي انتي، اوعك يا بنتي خليكي بعيدة واتركي هاي الأمور لغيرك. سلطانة، سلطانة أنا هلأ شفته لمصطفى باشا وقلت له هذا الموضوع ما لازم يوصل بأي شكل للسلطان، لأنه إذا عرف مولاي السلطان أكيد رح تصير مشكلة كتير كبيرة. تمام مريم، روحي على جناحك. سلطانة اعذريني على فضولي بس أنا ماني فهمان، يعني سلطانة شهرزاد ليش هيك تصرفت؟ فهميني شو قصدها من هالملعوب؟ حكت لي مواضيع كتير وصارت تتألف لي قصص، بس هي نيتها سيئة تجاهنا سنبول. أنا ما بصدق كل شي بتقوله، أصلاً هي انتقلت على قصر خديجة لأنه ببالها تسيطر عليه. لك حتى جوزة لطفي رح تسعى مشان تسلمه منصب الوزير الأعظم. مستحيل اسمح لها بهالشي وما رح أتورط. حاولت كتير إنها توقعني، ولو قبلت بالخطة كان هلأ بيزيد على كرسي العرش وكانت قامت القيامة ضدي، ولو كنت وافقت أكيد كانت تمن قطع راسي. يا ستار سلطانة، طيب وكيف حضرتك عرفتي إنه هذا مجرد ملعوب؟ أنا ما عرفت، بس عشقي لسليمان وإخلاصي إله عم يحميني عم يمنعني أغلط. بالنسبة لمصطفى باشا بتظني انه مشارك معهم بهاللعبة؟ ما بتوقع هذا الشي، بس فريال مشتركة معهم. فريال هي اللي نصحتني سلم العرش لابني، اكيد متفقة معهم. فريال لهيك تقربت منك لكان. سلطانة امريني خلص عليها وما رح اتردد لحظة واحدة. اسحك سمبول، تركها شوي عم تقدم خدماتها لشهرزاد، أكيد حيجي يوم نستفيد منها. طيب وعفيفة خانوم؟ بوثق فيها كتير، بس هي رح تحاول تحميها لشهرزاد لأنها بتحبها كتير. أي طبعا بتحبها. من هلأ ورايح لازم نكون حذرين. مولاتي. حضرة القاضي خير إن شاء الله، حضرتك شو عم تساوي هون؟ بعت وراي الصبح لأنه السلطانة شهرزاد طالبة تشوفني. شو السبب؟ إن شاء الله ما يكون صاير مشكلة مع السلطانة. لا أبداً، بس السلطانة كانت عم تستشيرني بموضوع له علاقة بأعمال الخير. أي فهمت. سلطانة بعد إذنك. تفضل. سلطانة شرفوا، السلطانة شهرزاد موجودة جوا.
ادخل. سلطانة، السلطانة هيام اجت لتزور حضرتكم. سلطانة هيام، شو مناسبة هالزيارة المفاجئة؟ سمعت انه حضرتك طلبتي الاغراض يلي حطيناهن بالمخزن يا سلطانة، فقلت بجيبهم بنفسي لانه هدول الاغراض قيمتهم كتير كبيرة. قصدك اغراضه لابراهيم باشا؟ اي نعم. بس أنا فعلاً مستغربة، بشو لازمينك؟ رح أبعتهم لخديجة لأنه هالغراض بخصوها، وكمان في كم غرض رح أبعتهم معهم. خدوهم لفوق. شو في داعي تبعتي لياهن؟ ليش هي مو راجعة على أسرة؟ هيك قلتي مزبوط؟ شو اللي بدك اياه هلا مني هيام؟ فكرتك مبسوطه انك ما رح تشوفيني. سلطانه، انا مستعده اني افتح صفحه جديده مع حضرتك. انا تفهمت الموضوع، حضرتك مزعوجه لانك حاسه انه اللي صار مع السلطانه هو بسبب حضرتك وانتي المسؤوله عنه. انا مو ناويه اقلب هاي المشكله العداوه يا هيام، ما تعودت اني احقد. شكرا كثير. بعدين هاي العداوه ما رح تفيد حدا فينا، مو هيك؟ الحق معك. شو رأيك يا سلطانة إنه حضرتك تزوريني بجناحي وإنه فرصة إنه نقعد ونحكي شوي؟ سلطانة